بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريالا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو بيرلوسكوني عرب فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته لفخامته ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الإيطالية الصديق راجيا سموه لأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى معالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا.